لا إله إلا الله، الله أكبر. والهدى سنعود يا درب الحماس، فيا يوم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بإجراء انتخابات في كل المنظمات والاتحادات في بدو وفي كل الخط مع الحكومة الإسرائيلية تجاه قضايا الوضع الدائم ينبغي أن يخضع للاستفتاء الشعبي. دعونا نوحد صفوفنا من أجل تكريس خيار النضال. نتخلى عن قدرة الأمن، روح الشهداء بها الضرائب.